احنا الان الليل هذا وغادي ندخلوا لواحد المغاره، هي صعيب باش تدخل ليها يعني صراحه. ملي كتكون داخل لها كيتملكك الخوف، ولكن حنا غادي نحاولوا نتحداو هذا الخوف ديالنا وغادي نحاولوا ندخلوا وسط هذه الغابه هذه. حقاش دائما الانسان خصو يكون تيغامر، وانا من هواة المغامره. كما كتشاهدوا الشجر الخلا الضوء حتى هو ناقص، ما كيبين حتى حاجه. هاد البلاصه هادي كيقولوها الخوت بانها راها مسكونه، فهمت؟ ها نتوما من هنا كتبدا الدخله ديالها، منطقة مجهولة. بسم الله الرحمن الرحيم، 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 بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتسمعوا تخرشيش بدا، يعني كاينه الحركة ديال شي حاجة. هنا بدا الشعر ديال راسي تيوقف، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يعني اخوان كنصح انا اللي تيخاف ما يحاولش يدخل بلا ما يدخل. وكتشاهدوا هذه غابة منسية، يعني صعيب انك تدخل لها بالليل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خوتي حنا دخلنا وما عرفناش، شي ضوء تيبان عرفناش ديالاش. خوت شي حاجة كطير، عرفتش شنو هي. اخوان صراحة يعني كيكون راسك سخون قبل ما دير المغامرة، ولكن ها ينفو كتدخل وكتبدا فيها راسك تيبورش. يعني ما بقيش نعاودها، مغامرة خايبة. عرفت انا فين كتأدي هاد الطريق هادي. يعني حتى الأشجار اللي فيها حتى هما كارمين، ماشي شي شجر اللي الصراحة. خوت اللي بغى يغامر يغامر مع شي واحد، ما يغامرش بوحدو. زغبت على راسك تيوقف، زغبت على راسك تيوقف الاخوان.